بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو راح نتكلم عن المول. عشان نفهم المول خلينا نأخذ مثال خفيف لطيف. هذا المثال بيحكي لي لما تسمع one dozen of something، يعني one dozen of something of anything. لما تسمع هذا الرقم أو هذا المصطلح بتسمع أو بتعرف إنه أنا بتكلم عن 12 وحدة من ذلك الشيء. يعني لما احكي لك انه في عندي 1 dozen of calculator or 1 dozen of hats 12، فانا بحكي عن 12 آلة حاسبة او 12 قبعة فعليا. فهو عبارة عن رقم بيعبر او عبارة عن مصطلح يعبر عن كمية مادة معينة. بنفس الطريقة بنتكلم نحن عن المول. المول هو عبارة عن رقم يعبر او مصطلح يعبر عن كمية مادة ما. هاي المادة ممكن تكون أتومز، ممكن تكون أيونز، ممكن تكون موليكولز، ذرات، أيونات، جزيئات، أقلام، كتب، دفاتر، إلى آخره. فأي شيء ممكن أعبر عنه بدلالة المول. كما أنه الـ 1 dozen هي عبارة عن 12 وحدة، فالـ 1 مول، الـ 1 مول يساوي لنا كمية 12 جرام من الـ pure carbon 12. طبعا بالعادة يستخدم المول للتعبير عن الأتومز والموليكولز والأيونز. ليش؟ لأنه كميتهم كبيرة جدا 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 في وحدة الحجم، في وحدة الحجم. فبالتالي الأفضل بدل ما أتكلم عن كمية أو عدد الذرات أو الأيونات أو الجزيئات في في وحدة حجم معينة، بتكلم فعليا عن المول. بتكلم عن المول، طبعا هو عبارة عن 12 جرام من الكربون 12، وهو يساوي برضو راح نشوف كمان شوي، هو عبارة عن 6.022 ضرب 10 قوة 23 من ذلك الشيء. يعني إذا بحكي لك إنه أنا عندي 1 مول أوف أتومز، فأنا فعليا بتكلم عن عدد 6.22 بالألف ضرب 10 قوة 23 أتوم أو ذرة في ذلك المول. أوكي، طب منين بيجانا 6.022 ضرب 10 قوة 23؟ هو فعليا بسموه أفوغادروز نمبر. ف 1 مول of anything equals to أفوغادروز نمبر. أفوغادرو هو عالم من العلماء اللي حدد كمية المول. الآن الهدف من استخدام هذا المصطلح اللي هو مصطلح المول عشان نمثل كمية الأتومز، موليكولز، أيونز في بترم بسيط، بمصطلح بسيط جدا، علشان نختصر الحديث في كميات كبيرة جدا من هاي المواد في المستخدمة. لذلك تخيل لما نحكي عن نقطة صغيرة مثل هاي النقطة مثلا، ممكن هاي النقطة تحتوي على millions and millions of atoms مثلا. فبدل ما أحكي قديش عدد الأتومز الموجود هنا، بأتكلم بدلالة المول. ولاحظ أن الرقم ضخم جدا، عبارة عن 6 وفي أمامه 23 صفر، فالرقم ضخم جدا جدا. خلينا نأخذ بعض الإكزامبلز. لاحظ لما أحكي لك 1 مول of sodium atoms، فأنا بتكلم فعليا عن 6.22 بالألف ضرب 10 قوة 23 أتوم of sodium. يعني عندي عدد ذرات الصوديوم في 1 مول من الصوديوم هي عبارة عن 6 ضرب 10 قوة 23. عدد الجزيئات في 1 مول 6.22 ضرب 10 قوة 23 موليكولز. عدد ستودنت في 1 مول، طبعا هذا خيالي جدا لانه نحن بنتكلم عن عدد ستودنت في 1، عدد الطلاب في 1 مول يساوي لنا 6 ضرب 10 قوة 23 طالب. كل البشرية جمعاء ما بتوصل 7 مليار ونص، فهذا الرقم ضخم جدا، يعني ما راح نوصل له، بس يعني ان كيس، بس عشان نعطي مثال. اوكي، لما نتكلم خلينا ناخذ مثلا اللي بحكي لك 1 مول من الكربون، فهذا يساوي لنا 6.022 ضرب 10 قوة 23 كربون اتومز او اتومز اوف كربون. لما احكي لك 2 مول من الكربون، فانا فعليا بحكي عن 2 ضرب 6.022 ضرب 10 قوة 23 كربون أتومز. وهلما جرى فهو مضاعفات،
الون مول دائما أبدا خلي في بالك هو 6.22 ضرب 10^23 من تلك المادة أو من ذلك الأوبجكت. خلينا الآن نأخذ العلاقة بين المول وعدد الأتومز وكمية الكربون الموجودة في واحد مول. إحنا بالأساس عرفنا إنه الواحد مول عبارة عن الكمية الموجودة من مثلا ذرات الكربون في حالتنا هاي في 12 جرام، فبالتالي بإمكاني أحكي إنه واحد مول من الكربون يحتوي على 6.22×10^23 ذرة كربون، وهذا هي لو أخذناها ووزناها على الميزان راح تلاقي إنه وزنتها أو كتلتها 12.01. فهاي العلاقة بين المول والجرامات، ليش؟ لأنه ستاندرد عندنا نحن الكربون، فبالتالي ممكن نحكي إنه كل واحد مول من الكربون الكتلة تاعهم 12.01 جرام، وهذا بدخلني على the mass of one atom in AMU is the mass of one mole of the atom in gram. عبارة عن واحد مول واحد مول من الكربون يساوي لنا 12 جرام تقريبا من الكربون. يعني إذا أخذت 12 جرام من الكربون ورحت وزنتهم على ميزان فهم يعبروا عن واحد مول من ذرة من الكربون، وهذا الواحد مول يحتوي على 6.22×10^23 ذرة كربون. خلينا نأخذ مثال ثاني، مثلا لما يحكي عن النيتروجين، مثلا النيتروجين لما نروح على جدول الدوري السابق اللي أخذناه نحن في المحاضرات السابقة، جدول الدوري اللي هو هنا، راح تلاقي إنه كل الـ elements بتكون من رقمين، رقم فوق ورقم تحت. حكينا الرقم اللي فوق هو عبارة عن الزد اللي هو الماس الاتوميك نمبر، بينما الرقم اللي تحت في هذه الحالة راح يكون عبارة عن الافريج ماس of the element. وتعلمنا of the element، تعلمنا كيف نحسب هذا الرقم المرات الماضية. فخلينا نأخذ مثلا النيتروجين بحالتنا هون، النيتروجين راح نلاقي عليه رقمين N7 وتحت 14.01. إيش يعني؟ يعني إنه أنا عندي كل واحد مول من النيتروجين يساوي لنا 14.01 جرام من النيتروجين. يعني لو أخذنا 14 جرام من النيتروجين هي عبارة عن واحد مول من النيتروجين العنصر وليس الغاز، لأنه غاز النيتروجين هو N2. الآن لما نأخذ مثلا، افرض أني بدي أحكي 2 مول من الإليمنتال نيتروجين، فنحن بنحكي عن 28.02 جرام من النيتروجين. إذا بنأخذ 28.02 جرام من النيتروجين فأنا بحكي عن 2 مول من النيتروجين. هذا الرقم يبدو قليل، ولكن فعليا يحتوي على كمية كبيرة جدا من ذرات النيتروجين. فزي ما حكيت المول نستخدمه عشان نعبر عن أو عشان نعبر عن ضخامة الكمية الأتومز أو المولكيولز. أوكي، خلينا نأخذ هاي العلاقة واللي هي بتربط إن عدد المولات في أفوغادروز نمبر في الماس في الأفريج ماس يونت، وهي العلاقة بتساعدني في إني أحدد أي ترم من هاي الترمز الموجودة أمامي. ليش؟ لأن بحكي لك العدد المولات تساوي إن عدد الذرات أو الموليكول في أي أوبجكت أو اللي هو عبارة عن 6.22×10^23، وهو يساوي الماس الموجود من ذلك الأوبجكت في ذلك على الميزان. خلينا نحكي مثلاً، خلينا نأخذ مثال عشان توضح الأمور أكثر. يقول لنا what is the mass in grams، بدنا نحدد الماس للجرامز of a sample of americium عفوا americium AM اللي هو عنصر containing 6 atom، يعني عندي 6 ذرات من AM americium. كم الماس لهذول الست ذرات بالجرام؟ إذا بنأخذ هذه العلاقة بنحكي إنه عدد الذرات هو 6 مقسوم على عدد أفوغادرو 6.22 ضرب 10^23 يساوي لنا الماس اللي هي مطلوبة معي
وعشان أوجد الـ MW اللي هي حكينا الـ Average Mass Unit بدي أرجع للجدول. بهذا الجدول إذا بتطلع بدور على الـ AM بتلاقي إنه هو موجود هنا، عدد الذري 95 و الكتلة الذرية 243. إذن الماس على 240 43 اللي هي Average Mass Unit، ونضرب ضرب تبادلي بنوجد إنه الماس للأمريسيوم يساوي لنا 2.42 ضرب 10 قوة سالب 21 جرام. لاحظ إنه هذا الرقم جدا جدا متناهي في الصغر، لأنه في عدد ذرات ضخم جدا، أوكي، لكن وزنها قليل ومتناهي جدا في الصغر. أوكي، هذا الحل مرة ثانية باستخدام هذه العلاقة. شوف مثال ثاني. How many atoms are there in one mole of each of the following؟ عندي قديش عدد الأتومز لكل إذا الموجودة في واحد مول من كل مما يلي: ال H2O 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 المي يحتوي على 2 moles of hydrogen و 1 mole من الأكسجين، فبالتالي يحتوي على 2 moles of hydrogen. إذن 2 ضرب 2 ضرب 6.022 ضرب 10 قوة 23 مول ماينس 1، وهي وحدة الأفوغادروز نمبر، وهذا يساوي لنا 12.044 ضرب 10 قوة سالب قوة 23 عفوا، هنا 23 وهنا 23. الآن عدد في المي في عندي 1 مول اوف اوكسجين، فأنا فعليا عندي 6.022 ضرب 10 قوة 23 اتوم، طبعا هنا اتوم عفوا هنا اتوم وهنا اتومز من الاكسجين. اللي بعديه C6H12O6، وهذا يحتوي على 6 مول من الكربون و 12 مول من الهيدروجين و 6 مول من الأكسجين، وبالتالي يحتوي على عدد ذرات بمقدار من الكربون مضروبة في 6 ذرات مضروبة في أفوغادروز نمبر. عشان نبسط خلينا نتخلص من 22، هاي بدناش نحكيها كل مرة بس خليها في بالك دائما أبدا. وهنا 12 للهيدروجين ضرب 6 ضرب 10 قوة 23، ومن الأكسجين في عندي أنا 6 ضرب 10 قوة 23، وهنا إذا بنحسبها بتطلع معنا عدد الأتومز من الأكسجين الكربون من الأكسجين ومن عفوا الهيدروجين ومن الأكسجين. الآن الرابط بين المولات وبين المول والجرام أو الماس يسمى بالمولر ماس. لاحظ أن اسمها جاي من مول اللي هي عدد المولات والماس اللي هي جرامات، ففي عندنا رابط بينهم. إيش هو الرابط هذا؟ يسمى بالمولر ماس زي ما حكيت. أحيانا بيرمزوا له بـ MW، أحيانا بيرمزوا له بـ اللي هو MM يعني المولر ماس، أحيانا بيرمزوا له في المركبات الأيونية بـ FW الفورمولا ويت. نحن راح نعتمد في كل شغلنا على الـ MW، وهو أصلا الطريقة القديمة للتسمية. المولر ماس لأي شيء هو عبارة عن الماس لواحد مول من ذلك الشيء. المولر ماس لأي شيء هو الماس لواحد مول من ذلك الشيء. الوحدة تاعته دائما أبدا جرام بير مول، أو ممكن نكتبها جرام مول ماينس واحد لأنهم متساويين، أو جرام على مول، كل هذه تصلح للشغل. الآن عشان على أساس إني أحسب المولر ماس لأي مركب كيميائي لازم يكون في بالي الجدول اللي شفناه من قبل، اللي هو الجدول اللي يحتوي على الأعداد الذرية والكتل اللي هي الـ AMU للعناصر. هذا الجدول لازم يكون دائما أبدا في بالي. الرقم اللي تحت لكل عنصر، هاي الأرقام الموجودة هي عبارة عن المولر ماس لهذه
أو الكتل المولية للعناصر، هي عبارة عن الكتل المولية للعناصر. هنا هي عبارة عن المولر ماس لكل عنصر، فبتلاقي إنه الهيدروجين مثلا 1.08 تقريبا، الليثيوم 6.9، وهلم جرا. فدائما أبدا لازم يكون في بالك هذا الجدول عشان نحسب كمان شوي. هذا فيما يتعلق في الأتومز. طيب لو أخذنا هذا المثال، لاحظ إنه الآن بيقول لك what is the molar mass of water, glucose and MgO, magnesium oxide. الآن اللي بين يديه هو مش أتومز، هي عبارة عن molecules، هي عبارة عن مركبات compounds. المطلوب إني أحسب المولر ماس لإلها. كيف بدي أحسب المولر ماس إلها؟ هي عبارة عن summation لمضروب أعداد الذرات في المولر ماس لتلك الذرة لكل المركب. يعني لو أخذنا ال H2O، H2O بنحكي إنه المولر ماس إله هي 2 اللي هي الهيدروجين هنا، مضروبة في المولر ماس للهيدروجين هي عبارة عن 1.08، زائد 1 عدد ذرات الأكسجين أو عدد مولات الأكسجين مضروب في المولر ماس للأكسجين 16، وهذا يساوي لنا 18.016 جرام بير مول. لاحظ 16 و1.08 جبتهم من الجدول الدوري، الاثنين والواحد هو الأعداد الموجودة هنا للذرات. نأخذ الجلوكوز C6 H12O6، إذا في عندي 6 ذرات كربون، المولر ماس لذرة الكربون هي عبارة عن 12، زائد 12 ذرة هيدروجين والمولر ماس للهيدروجين 1، 12 خلينا نحكي مضروب في 1، واحد للتبسيط يعني بإمكان أكتبها 1.08 بس نبسطها، وست ذرات أكسجين مضروبة في 16، هنا بيطلع عندي 180 جرام لكل مول. نقطة لازم تنتبه إلها إنه 1 AMU يساوي إنه 1 جرام لكل مول، 1 جرام لكل مول، هاي عشان نذكرك في إنه الـ AMU هي وحدة أو الأفريج ماس يونت، هي وحدة أو متوسط الكتلة الذرية، وهو السابع عبارة عن المولر ماس للعنصر. المركب الأخير الـ MgO بيحتوي على ذرة Mg مغنيسيوم، فهي واحد مضروبة في المولر ماس للمغنيسيوم 24.3 من الجدول جرام لكل مول، زائد ذرة أكسجين واحد مضروبة في 16 مولر ماس، وهذا يساوي لنا 40.3 جرام لكل مول. الآن باستخدام 3 terms اللي تعلمناهم لحد الآن اللي هم الماس والمول والأفوغادروز نمبر، نقدر نعمل أي conversion بدنا إياه في الكيمياء. فبالتالي إذا أنا معطى معي الماس بدي أحولها إلى المول، كل ما علي إني أضرب بالمولر ماس للمركب أو العنصر. وإذا بدي أرجع بالعكس، أو عفوا لازم أقسم، إذا بدي أرجع بالعكس لازم أضرب، يعني من مول إلى ماس بدي أضرب في المولر ماس، ومن ماس إلى مول بدي أضرب بدي أقسم على المولر ماس. إذا معي المولز وبدي أحولهم أو أعرف قديش في عندي أتومز أو موليكيولز أو أيونز أو إكسترا، كل ما علي إني أضرب المول بعدد أفوغادرو أفوغادروز نمبر، عدد الأفوغادرو 6.22 بالألف ضرب 10 قوة 23، فبحول المول إلى أتوم. إذا بدي أحول مثلا الأتومز إلى مول، كل ما علي إن أقسم على أفوغادروز نمبر. لا تنسى مرة ثانية إنه 1 مول من أي شيء يساوي لنا 6.022 ضرب 10 قوة 23 من ذلك الشيء. باي ذا واي، أفوغادروز نمبر وحدته بالعادة هي عبارة عن مول ناقص 1، مول ناقص 1. خلينا نشوف مثال عشان يتضح كل شيء بين ايدينا. المثال بيحكي لي الومنيوم، عنصر الالومنيوم Al is a metal with a high strength to mass ratio and a high resistant to corrosion، يعني عنده مقاومة عالية جدا للصدأ، لذلك يستخدم دائما في اللي هو البناء. في البناء المطلوب compute both the number of moles، فمطلوب معي أحسب عدد مولات الألومنيوم and of atoms and number of atoms، فعندي عدد المولات كم وعدد الذرات كم من الألومنيوم الموجودة في 10 جرام من الألومنيوم. يعني عندي
عينة ألمنيوم وزنها أو كتلتها 10 جرام، كم فيهم مولز وكم فيهم ذرة ألمنيوم؟ دائما أبدا أنا معطي معي الماس في هذه الحالة، بدي أوجد كم المول، وبعدين بدي أرجع أوجد كم في عندي ذرات ألومنيوم. فبالتالي الشغل بده يتم على النحو التالي: بمعرفتنا للمولر ماس للألومنيوم بنقدر نحول الماس إلى مول من خلال القسمة على المولر ماس. فبنحكي المول من الألومنيوم يساوينا الماس مقسومة على المولر ماس، وهذا يساوينا طبعا للألومنيوم الماس 10 جرام. لازم تحط الوحدات عشان تنتبه لاختصاراتها فيما بعد. على المولر ماس 26.93 جرام مول ماينس 1، ويساوي لاحظ الجرام مع الجرام بيروح، والمول ماينس 1 لما ترتفع لفوق بتصير مول، ولما نحسب هذا الرقم بيطلع 0.371. إذن العشر جرام من الألومنيوم هم عبارة عن 0.371 مول. المطلوب الثاني، قديش عندي أنا أتوم في هذول 0.371 مول؟ إذن المطلوب الثاني عدد الأتومز، number of aluminium atoms، يساوي إن الآن موجود معي المول، بدي أحولهم إلى عدد الأتومز، فبدي أضرب في عدد الأفوغادروز. فبدي أحكي 0.371 مول ضرب عدد الأفوغادرو 6.022 ضرب 10^23 مول ماينس 1، وهذا يساوي، لاحظ مول مع المول بروحه بضل عندي أنا اللي هو أتومز. كمان شوي أتومز، أوكي. فهنا بيطلع الجواب 2.23 ضرب 10^23 أتوم. فلاحظ إنه 10 جرام من الألومنيوم تحتوي على تقريبا 2^10^23 ذرة ألومنيوم. أوكي، مثال ثاني بحكي لي how many glucose molecules are present in 5.23 جرام of glucose. يعني عندي عينة جلوكوز كتلتها 5.23 جرام، كم هذول 5.23 جرام فيهم موليكيول، كم فيهم جزيء من الجلوكوز، وكم فيهم ذرة أكسجين، وكم فيهم ذرة أكسجين. أول إشي لازم نحسبه اللي هي المولر ماس للجلوكوز. فالمولر ماس ليش؟ لأنه معطي معي جرامات، فبدأ أحول الجرام إلى مول، بعدين أحول المول إلى موليكيول حسب المخطط اللي شفناه من قبل. تحويل الجرام إلى مول بدي أقسم على المولر ماس، فبالتالي بلزمني المولر ماس، وبعدين تحويل المول إلى الموليكول بدي أحتاج أفوغادروز نمبر. فبالتالي المولر ماس للجلوكوز هي عبارة عن 6 في الماس في المولر ماس للكربون هي 12، زائد 12 في المولر ماس للهيدروجين، زائد 6 في المولر ماس للأكسجين، وهذا يساوي لنا 180 زي ما حسبناه من قبل. 6 ضرب 12 ضرب عفوا يعني ضرب 12 زائد 12 ضرب 1 زائد 6 ضرب 16، وهذا يساوي لنا 180 جرام لكل مول. الآن معي المولر ماس ومعي جرامات، بدي أحولهم إلى المولز. فمولات الجلوكوز في الموجودة في 5.23 جرام هم عبارة عن الجرام مقسوما على المولر ماس، فجرام مع جرام بيروح بيبقى عندي مولات. فأنا عندي 0.029 مول من الجلوكوز. أنا حولت الجرام إلى مول، أوجدت قديش عدد المولات. المطلوب مني أني أوجد كم عدد الموليكولز، فهنا لازم أستخدم أفوغادروز نمبر. فبالتالي بحكي عدد الجزيئات الجلوكوز هي عبارة عن عدد المولات مضروبة في أفوغادروز نمبر. لاحظ مولات مع المولات، عفوا هاي لازم تكون هنا، المولات مع المولات بتروح، فبالتالي بيطلع معي انه عدد الموليكولز في 5.23 جرام من الجلوكوز هم عبارة عن 1.75 ضرب 10^22 جزيء جلوكوز في هذه الماس.
أخيرا المطلوب قديش في عندي أتوم من الأكسجين، كم في عندي أتوم من الأكسجين؟ أنا الجلوكوز C6H12O6 يحتوي على 6 مول من الأكسجين، 6 مول من الأكسجين، فبالتالي بدي أعرف كم عدد ذرات الأكسجين في الـ6 مول. لاحظوا الجلوكوز ككل عدد مولاته 0.029، إذا كم عدد مولات الأكسجين من هذول؟ فبلزمني إني أعرف عدد مولاته، يعني بدي أحكي مول من الأكسجين في الجلوكوز هي عبارة عن 0.029 مول من C6H12O6 مضروب في conversion factor، كل واحد مول من الجلوكوز فيه 6 مول، كل واحد مول من الجلوكوز C6H12O6 فيه 6 مول من الأكسجين، فمولات الجلوكوز مع مولات الجلوكوز بروحه بيطلع عندي هنا رقم اللي هو 0.029 ضرب 6. أوكي، وهذا يساوي 0.174 مول من الأكسجين. إذا عدد ذرات الأكسجين يساوي لنا 0.174 مول مضروب في أفوكادروز نمبر اللي هو 6.022 ضرب 10^23 مقسوم على 1 مول، كل 1 مول هو عبارة عن 6.23 أتوم، وهذا يساوي لنا مول مع مول بروح، وهذا يساوي لنا 1 something. قوة 22 I think no 23. هذه الطريقة. الطريقة الثانية، بما أنه أنا عندي عدد جزيئات، عدد جزيئات الجلوكوز ككل، فكل ما علي أن أضرب بستة بطلع معي كم عدد الأتومز تبع الأكسجين، وهذا اللي راح أشوفه في الحل القادم. لاحظ ضربنا عدد الجزيئات، كل واحد موليكيول يحتوي على 6 أتومز، يعني بدل ما نحسب مولز دايركتلي من الموليكيول نحسب كم عدد ذرات الأكسجين رأسا، والجواب راح لازم يطلع نفس الشيء. أوكي، أخيرا خلينا نشوف هذا المثال، بيحكي لنا calculate the molar mass of calcium carbonate. calcium carbonate الكالسيوم هو عبارة عن Ca، والكربونات هو هو أوكسي أنيون عبارة عن CO3. هذا الحكي شفناه في الشابتر الماضي انه ال CO3-2 عبارة عن كربونات لازم تكون حافظها، والكالسيوم Ca+2، فلما يسوي مركب مع بعض بيعطيني CaCO3 بالنسبة بينهم 1:1 فعليا. يقول لك a certain sample of calcium carbonate contain 4.86 مول، اذا عدد المولات من الكالسيوم كربونات 4.86. what is the mass المطلوب، كم كتلة ال الكالسيوم كربونات. فبالتالي ذكر دائما ابدا انا عندي بحول من جرام الى مول عن طريق القسمة على المولار ماس، ومن مول الى جرام عن طريق الضرب في المولار ماس. فبالتالي انا معطي معي المول بدي احولهم الى جرامات، اذا بدي اضرب في المولار ماس، فبالتالي لازم اعرف كم المولار ماس، كم المولر ماس لأنه هو المطلوب الأول للكالسيوم كربونات. إذا المولر ماس للكالسيوم كربونات يساوي لنا أوكي الكالسيوم 40 في 1، 40 زائد 12 للكربون زائد 16 ضرب 3، وهذا يساوي لنا 100 جرام لكل مول. أوجدت المولر ماس، فبالتالي بدي أحول المول إلى جرام، فبدي أحكي جرامات الكالسيوم كربونات يساوي لنا أوكي المولات اللي هن 4.86 مول مضروبة في 100 جرام لكل مول، ويساوي مول مع مول بيروح، بصير عندي 400
85 86 جرام من الكالسيوم كربونيت. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني، لأن المطلوب الأول كان مولر ماس، المطلوب الثاني what is the mass، المطلوب الثالث what is the mass of carbonate ion present، قديش في عندي أنا carbonate ion. لاحظ زي ما قلت لك إنه الكالسيوم كربونيت يحتوي على كالسيوم كأيون، والأيون الثاني هو الكربونيت، والنسبة بيناتهم 1:1، يعني عدد المولات متساوي مولات الكالسيوم بلس 2 يساوينا مولات الكربونيت ماينس 2، ويساوينا مولات الكالسيوم كربونيت ككل. النسبة بيناتهم كلهم 1:1، النسبة بيناتهم كلهم 1:1، فبالتالي مولات الكربونيت يساوينا مولات الكالسيوم كربونيت، ويساوينا 4.86 مول. الآن المطلوب هو قديش الماس للكربونيت لوحده، إذا لازم أعرف كم المولر ماس للكربونيت لوحدها. لا تهتم في الشحنة لأنها ما بتلزمنيش هنا، أهتم في أعداد الذرات. فأنا عندي 12 + 3 ضرب 16، وهذا يساوي 48 و 12 60 جرام لكل مول. فبالتالي جرامات الكربونيت يساوينا 4.86 مول مضروبة في 60 جرام لكل مول، اللي هي المولر ماس فقط للكربونيت بدون الكالسيوم، ويساوي لنا 292 جرام من ال CO3-2. اوكي، لحد هون بننهي السيشن. امامنا هوم ورك مكون من 3 اسئله، مطلوب حل هذه الاسئله وارفاقها بالهوم ورك. يعطيكم العافيه، ونلتقي في المره القادمه ان شاء الله.